هلو هلو هلو، كيفكم؟ خلينا بس نظبط موضوع السلك، اوكي، عشان نعرف نتحرك بسهولة ويسر. بعرف اليوم طلعنا كتير متأخرين، لدرجة كبيرة متأخرين، فأنا متأخر مش بس على اللايف، متأخر على اللايف، متأخر على تحضير الفطور، وما طلعتش مشيت. فهلأ بدنا نبلش مع بعض موضوع شوي شائك، وخصوصا بعد موضوع اللي طرحناه امبارح، موضوع ما معنى الاستقرار كان امبارح. اليوم بدنا نحكي عن الروتين. طب امبارح كنا بنقول انه حكينا معظمه انه المفروض نضلنا بتغير مستمر، واليوم عنوان الحلقة بيقول هل الروتين مفيد؟ طيب نعمل روتين ولا نغير طول الوقت؟ ايش هو اللي بدكم اياه منا؟ وكل مرة بتطلعون لنا بموضوع شكل. فهذا اللي راح نحكي فيه اليوم ونحاول نفسره. على فكرة موضوع الروتين موضوع حكينا فيه السنة الماضية بالموسم الثالث، لبرنامج دردشات. انا مش عارف اذا هذا الرز كله، لانه الطبخة مش ضايل عليها كتير، فاحتمال اكون غلطان بكمية الرز كليتها هاي. فانا اليوم طبعا انا عم بلولح مع السلك تبع الميكروفون، فعم نستنى العبال ما الكل يجي تقريبا. اهلا علي، شو اخباره؟ زمان زمان عنك. بس قبل ما نبلش، امبارح خطر لي شغلة، يعني في شغلة مش حابب انه تتاخد عن الفيديوهات اللي عم بطلعها، وفعلا حابب احكي بهذا الموضوع، وكنت حابب احكي عنه بطريقة مركزة اكتر. خلينا نقول يا جماعة، شوفوا انا مش مؤثر ولا اسعى الى ان اكون مؤثر. هلأ انا بخطر على بالي مواضيع بحب اتحدث فيها، عشان هيك عملنا برنامج دوائر. يعني ببرنامج دوائر الفكرة الأساسية كانت فيها أنه نتبادل الأفكار مع بعض. هلأ أنا لايف كوتش، وببرنامج دوائر نحكي بخطوات الكوتشنج، بس تصوروا داخل هاي الدائرة في نماذج بسبب أسئلة معينة عم بنغير فيها هاي النماذج. ففعلا أنا كل اللي بخطر على بالي انه اتحدث معاكم، نطلع بافكار جديدة، ندوي على شغلات معينة مع بعض. حتى انا وبحكي بسمع حالي، فانا يعني مش بحبش اكون واحد بفتي، خلينا نسميها. طيب هلأ عملنا الرز، بس عشان نكون بدنا نعمل البطاطا. لحظة صغيرة، ثواني ورجع لكم. طيب انا من الاشياء الاساسيه بقعده الفطور بالسفره تبعتي البطاطا والسلطه. السلطه جاهزه بالثلاجه، فضل البطاطا اليوم. الرز برع خالص عندي، فهيني عم بنقعه قاعد عبال ما نخلص البطاطا. بتكون نضوي القلايه تبعت البطاطا. اوكي، خسارة اليوم ما طلعنا نمشي لانه الطقس. وين قشارة البطاطا؟ وين اين وضعتها؟ هايها. فالطقس، انا طلعت جبت شوية اغراض. يعني انا زي ما توقعت امبارح، ليش تأخرنا اليوم؟ يعني توقعت امبارح اللي قلت لكم اياه، انه اتاخر ب او يضرب موضوع الفورمولا 1 مع دردشات. قلت لكم بهاي الحاله ممكن ما نطلع، بس يعني اليوم بصراحه كل شيء طلع. يعني فاي متاخر لاني ما عرفتش انام نهائي امبارح بالليل. فاي متاخر كتير، وبدي اغراض للبيت، فرحت جبت اغراض، بدي اوزع الفيديو تبع دردشات، يعني في كم، وزائد الفورمولا 1. فلما لقيت الوقت هيك وقلت خلينا نطلع ونعمل حلقة، واللي ما بيلحقها بيقدر يشوفها باليوتيوب.
بيوتيوب اللي راح ننزله بكرة، يعني يوتيوب هاي الحلقة اللي راح ينزل بكرة. فاللي كنت بحكي يعني أنا مش شخص مؤثر. لحظة آخ. فأنا بخطر عبالي مواضيع بحس إنه ممكن تكون مثيرة للاهتمام، نقرب هيك على بعض شوي، مهمة البعض يلاقي فيها نكشة راس هو يفكر فيها لحاله، هذا اللي بحب أعمله. ومن هذا الأساس كمان طلع برنامج دوائر اللي زي ما قلت لكم كوتشنج مودلز، نماذج للكوتشنج اتغيرت بهاي الأعداد بدوائر، وضفنا عليها وقمنا منها بسبب الأحاديث اللي بنتحدثها مع بعض. فأنا بحب أطلع ونتحدث مع بعض، زي ما قلت لكم كمان أنا عم بسمع حالي، يعني زي قصت مبارح الموضوع اللي طلعناه موضوع شو معنات الاستقرار، ولما شخص بقول أنا بدي أتجوز عشان أستقر، بدي أنقل شغلي عشان أستقر، بديش أغير شغلي عشان أستقر. طب إحنا السنة الماضية، وهذا النكش مخي، السنة الماضية قلنا عن الروتين، مش بس قلنا عنه، قلنا قد ايه ضروري وجود روتين بحياتنا، وبدون وجود روتين لا يمكن انه الانسان يتقدم. حلو. طب امبارح عم بنقول اذا الشخص ما ضله مكان، يعني ضله بيعمل نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثه تبعونه وما تغير، ما سعاش لا تغيير ولا تطوير، فهو انسان منتهي. طب يعني انا وحده احنا على مين نرد بالضبط؟ يعني ايش بدكم اياه منا؟ فهذا نكش مخي بصراحه امبارح. هلا الحقيقتين من وجهه نظري انا، بلاش نسميهم حقيقتين، الموضوعين من وجهه نظري صحيحين، بدهم بس طريقه لفهمهم مع بعض. خليني اعطيكم مثال تاني اللي فيه شويه لخبطه، وهذا بنقراه بالكتب اللي فيها، خصوصا اللي فيها قصص حياتنا ناس ناجحين. في قصص حياتنا ناس ناجحين بقول لك ضلوا يحاول ضلوا يحاول ضلوا يحاول لحديت ما بالاخر زبطت معه. اوكي جميل. بعدين بيجينا قصة واحد تاني هو فهم انه هاي مش رح تزبط معه، فرأسا نقل للفكرة التانية وهاي اللي خلته ينجح. وبالتالي الانسان لازم يعرف انه ما يضرب على نفس على المسمار بنفس الطريقة. طب احنا مين نرد؟ نرد على اللي ضله يحاول 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 وما يقسش، ولا نرد على اللي فهم انها مش رح تزبط ونقل لفكرة تانية؟ ما هو اشي بيلخبط صح؟ خلينا نلاقي معادلة المثال الثاني عشان نرجع للمثال الأول، لأن المثال الثاني أوضح فبنقدر نلاقي له معادلة. لحظة صغيرة عشان نركز مع بعض. هلا بنحط شوية ملح على البطاطا. هذا الموضوع اللي هلا طرحت لكم اياه وانطرح بواحد من كورسات اي دي كود وفكيناه فيها. البرسيستنس اللي هو الإصرار والتصميم بكون على الوات. لما بنقول بالكوتشنج ماذا تريد؟ ايش هو اللي بدك اياه؟ ايش بدك توصل له؟ هذا اللي بدي اوصل له.
الكرياتيفيتي بتصير بالهاو، كيف بدي اوصل للي بدي اياه. وهذا حل قصة البيرسيستنس مع اللي اخذ فكرة تانية. اللي اخذ فكرة تانية بمعظم الحالات هو وصل للي بده اياه اساسا. لحظة بس عشان نركز مع بعض، هلا البطاطا المفروض انه تنزل، والله مش المفروض انه تنزل، لا. طيب خلينا نجيب المصفاية هلا. ممتاز، بدكم تصبروا معي لانه الموبايل وقع. بعرفش اذا اللايف لسه موجود، فانا عم بحكي عشان نضلنا مع بعضينا. والله هلا انا اللي عندي اياه هذا الجهاز هواوي، ما حبيته بس هلا وقع الجهاز انا وعم بتحرك. فصار شغله كتير حلوه انه الكاميرا تبعت هواوي كاميرا زي خارجيه هيك بتطلع وبتفوت. فهلا بس وقع الجهاز، هاي اول مره صار له يمكن اكثر من سنه الجهاز هذا معي. فوت الكاميرا جوا الجهاز بحالة عشان ما تنكسرش الكاميرا، وطلع لك نوتيفيكيشن عليها. طيب نرجع لموضوعنا. فبالتالي حلت المسألة الأولى إنه persistence ولا ما ندقش على نفس المسمار طول الوقت لأنه بعطينا نفس النتائج. قلنا الحل تبعها persistence ب what I want، persistence بالإشي اللي بدي أوصله، هذا التصميم والإصرار. أما الكرياتيفيتي، البحث عن وسائل متعددة، هي بالهاو، هي كيف نصل إلى الهدف تبعنا، بهاي الطريقة ولا بهاي الطريقة ولا بهاي الطريقة. وهون بتصير القصة بين التنتين. طيب نلاقي الحل، فكت قصة. طيب الروتين ولا تغيير. السنة الماضية حكينا عن أربع شغلات إن شاء الله أتذكرهم هلأ، بس نبعد عن الضوء عشان أيوة هيك. السنة الماضية حكينا عن أربع شغلات مهمين للنجاح. أنا ما أظنش بطبق ولا واحد فيهم. وهاي هي الفكرة بدي أوصلكم إياها. أنا بحكي بمواضيع وفي مواضيع، بس يا جماعة يعني أنا مش تواضع عن هلأ بدي أحكي هذا الحكي، بس أنا مليان نواقص، بس في مواضيع بتخطر على بالي بحب أتناقشها معكم وبحب أحكي وجهة نظري فيها. هلأ لما بتناقش بهاي المواضيع مش معناته، أو بحكي التغيير وبحكي الروتين وبحكي، مش معناته فعلا أنا بطبق كل هذا الحكي. إذا بطبق 10% ممتاز، خير وبركة. صدام أهلا أهلا، مساء النور. أوكي. طيب الأربع شغلات، الفئة بكير، الروتين، والله نسيهم تعرفوا، عاد شغلات مهم يعني، أربع شغلات مهمة للتقدم والنجاح اللي حابب إنه الفئة بكير. طبعا في بتعرفوا هذا قصة الفايف ام كلاب ولا الفايف كلاب ولا الاشي ايش هيك اسمه، إنه بفيقوا الساعة 5 الصبح. فالفئة بكير كتير مهمة للنجاح، الروتين، وفي كمان شغلتين تانيين بصراحة هلأ نسيتهم، هلأ مش خاطرين على بالي. بس طب كيف روتين وكيف كرياتيفيتي، وكيف روتين وكيف نسعى للتغيير. هون يومي بدي يكون مرتب، اوكي. فانا بفيق الصبح بشيك على ايميلاتي، بكتب مثلا، بكتب مذكراتي، بعدين بتغدى، بعدين بعمل رياضة. يعني سكشنز، يومي مقسم سكشنز، السكشنات تبعت اليوم واضحة، بس جوا كل سكشن هون الكرياتيفيتي. فما باجي بعمل كرياتيفيتي بلخبطة اليوم. اياد مساء الخير، يعطيك العافية، اهلا اهلا اياد. فهاي ربطت
موضوع اليوم وموضوع امبارح، يعني الحل تبعها، المعادلة تبعتها، الموازنة ما بين انه يكون عندي روتين، بمعنى انه لما انا يكون عندي روتين لا يعني اني انا انسان لا يسعى الى التغيير او لا يسعى الى التطوير. الروتين وترتيب يومنا من ضروريات، يعني عملية التنظيم وعملية التخطيط هاي ضرورية جدا ولا تتناقض، بالعكس تكمل موضوع الكرياتيفيتي وبتسمح له انه للعقل يكون كرياتيف. كيف؟ هلأ لو أنا يومي ملخبط بعد تفكيري قاعد يرتب اليوم، أوكي، فبالتالي أنا من يوم ليوم بقول لك أنا بحبش الروتين وأنا بحبش وبحب دائما التغيير. حلو جميل، أوكي، بس عقلي دائما محطوط قديش الساعة 6:30، معنا وقت، عقلي دائما محطوط شو عم بيصير، أيوة عقلي محطوط بعملية كيف بدي أشقلب يومي، أوكي، وإيش هي الشغلة اللي بدي أعملها بعد هاي الشغلة. مثلا هلأ عم برسم قاعد، let's say أنا بس الرسم مش حاطه بسكشن باليوم، في أشياء تانية، بدي أطبخ، بدي أزور فلان، بدي أحكي تليفونات، أوكي، فأنا عم برسم هلأ، I'm very creative وفتت بالرسم بس ما طبخت وما حكيت تليفونات، تاني يوم رح اكون مزعوج لاني ما عملتش الاشياء، في الكرياتيف مايند رح ينضرب، اوكي، بعدم الترتيب وعدم التنظيم. وهذه هي الموازنة برأيي بين الكرياتيف مايند وكرياتيفيتي والتغيير والتطوير، والتغيير والتطوير بده كرياتيفيتي، وبين تنظيم والتخطيط. وهي المعادلة ضروري تكون موجودة. اهلا اهلا إيمان، طيب نجيب مية ونسخنها. هذا هو الموضوع اللي حبيت أطرحه اليوم، سمعونا الآراء تبعتكم، وبين وهذا فرق كتير مهم، وفرق كتير مهم إنه يدخل عائلنا. بس عم نشيك إذا في أي، مسجات ما شفناها، اوكي. فهذا هو الفرق يا جماعة، وموضوع مهم جدا انه ما نحس في تناقض بين التنظيم والروتين والتغيير. نفسي اتذكرهم الاربع، غريب كيف راحوا عن بالي، مهمين جدا الاربع شغلات. الفيئة بكير والروتين، عارف عاد هدول سمعتهم سمع بمحل، مش ابصر اذا انا كاتبهم، ناسي والله اذا كتبتهم بمحل معين. طيب احنا لسانا ما زلنا عم نفطر البازيلا اللي من اول يوم طبعا طبخناها لانه مش عم تخلص. طيب هلا بنحضر انا بستعمل ماكينة الرز لما الغاز بكون مليان، ما هو كله عينتين الغاز، فاليوم ما فيش داعي، فبنطلع طنجرة عادية. ايوه مش نعمل الغلطة هديك. انا صراحة خلص موضوعي لليوم، اذا ما عندكم اي نقاط او اي تعليقات او اي اسئلة او اي رأي حابين هيك نتشارك فيه مع بعض، فهو الموضوع هذا هو خلص هيك. وين البتاعة؟ غطيت الطنجرة مش مبينة. اوكي
النجاح يحتاج إلى الإصرار والعزم وعدم الاستسلام. صحيح صحيح صدام. هلأ هذا الموضوع قلنا اللي بدنا نصر عليه هو الهدف اللي بدنا نوصله، بس مش الطريقة اللي بدنا نوصل فيها للهدف. هذا هو الفرق اللي حكيناه. إذا أصرينا على الطريقة اللي أثبتت يعني يوم بعد يوم أثبتت إنه مش عم بتوصلنا للي بدنا إياه، فمعناته بدنا نكون كرياتيف ونغير الطريقة عشان نوصل اللي بدنا إياه. فإحنا إصرارنا بيكون على اللي بدنا إياه، مش بالضرورة يكون إصرارنا على الطريقة اللي نوصل للي بدنا إياه. أوكي؟ هلا بدنا نحط شوية زيت هون، رح نضل مع بعض شوي، رح نحط شوية زيت هون عشان نشوف إذا ضل في أسئلة، ضل في لأنه إحنا طالعين متأخر، فبدنا نعطي فرصة للأشخاص اللي ممكن يلحقونا، وكمان نعطي فرصة ل الأسئلة أو التعليقات. وبنحط هدول، بدنا نشوف قديش هدول الشعريات. في ناس بضحكوا انه كيف هدول كتار كتير طلعوا. لا ليس مش كل هذا الحق. لا مش ليس كل هذا، وهو كان لازم انا اجيب الشعرية ونسيت لاني ما كنتش كاتب الاغراض، فدائما بتفصحن اني انا بقدر اتذكر وبكتبش، اني خلاص هاي اكيد رح اتذكرها. امبارح بالليل خطر عبالي موضوع لليوم، يعني كنت بدي اجل موضوع الروتين، يعني كان بالخطة انه الروتين اليوم. امبارح خطر عبالي موضوع كنت بدي اجل الروتين ولموضوع امبارح، ولهلأ عم بتذكر فيه. ليه؟ عشان اتفصحن انا وما اكتب، عشان انه خلص اكيد بتذكر. كتابة الاشياء موضوع كتير مهم، وبحاول يعني مع انها عادة عندي، يعني الاشياء اللي بدي اشتريها بكتبها كذا، بس مش بالطريقة اللي بحب اعملها، يعني مش بلحظتها. مثلا لما بدي اروح اشتري وقتيها بحط الاشياء، بقعد بلف بالبيت واشوف شو ناقصني. شفتوا السلك شو عم بعمل معي؟ ها هون احسن. اوكي، فاحنا قلنا انه البازيلا شورت بنسل از بيتر ذان لونج ميموري. 100% يا حمزه، 100%. اوكي طيب، هلا بدنا نحط الرز. طيب للي انضموا لنا هلا، احنا حكينا بموضوع، يعني احنا عم بنخلص حكينا بموضوع الروتين، لانه امبارح حكينا بموضوع التغيير وضرورته والتطوير ومعنى الاستقرار، وانه اذا الاستقرار معناته عدم التغيير فانه معناته احنا عم ننهي حالنا قاعدين. فاليوم حكينا عن ضرورة الروتين، فالسؤال اللي طلع، طب إذا الروتين ضروري وبتقولوا التغيير ضروري، طب أي واحد نعمل؟ فلقينا الفكة تبعتها، المعادلة الميزان تبعته،
وعلى سيرة الميزان عم بتتابعوا الفوازير تبعت الفوازير أباوترية تبعت فريق الترفيه، وعم بيعملوا أشياء كتير حلوة، وكل يوم فيديو وكل يوم فكرة جديدة. فحلو هيك إنه كلياتنا نحط هيك نتسلى مع بعض بهاي الحزازير اللي عم بيعملوها. وين البتاعة؟ هاي. فالفكة تبعتها كانت تبعت قصة، بعرفش إذا سامعيني من صوت الألي وهي الشغلات إذا الصوت واضح. وبديش الشعريات ينحرقوا. هلا ببعد من هون عشان يصير الصوت اوضح. بس نحط مية بسرعة عليها. اوكي. اللي بطبخوا بالوما يسامحوني اوكي، لانه انا هيك مو متعود، بعرفش اعمل الا بالمقاس. هلا برمضان هم ثلاث شغلات باوت اند اباوت اللي عم تشتغل، كل شيء تاني وقف. ايد على ايد، فريق الترفيه من خلال فوازير، ايد على ايد من خلال مشروعين، مشروع كسوة، كسوة اعياد الايستر، وطرود طرود الخير الرمضانية. لهلا قربنا على المية اذا بتذكر العدد الصحيح. بالنسبة للطرود وصلنا 96 بسبب تبرعاتكم. لسه مصدام بسبب تبرعاتكم. وصلنا ل 96 طرد، 96 عائلة يعني. الكسوة مش عارف اكم من طفل هلا وصلنا، يعني في مبالغ عم تيجي. واللي بحب يشارك كمان يا ريت ممكن على صفحة نادي الكتاب، صفحة نادي الكتاب، صفحة ايد على ايد، راح تلاقوا كل التفاصيل تبعتها. اوكي. بدي انتبه على الزيت لانه مرات الزيت مرة عملها فيي تركته ورحت طفح الزيت كليته، البطاطا كانت كتيرة والزيت ملا، نزل على الارض ونزل على المطبخ كله. اوكي طيب نكمل البريف اللي كنا بنعمله. بس خلص هاي خلص. اوكي البريف اللي كنا عم نعمله انه الروتين مهم، وهو من احد اربع اسباب نجاح، وانا تذكرت بس سببين ما تذكرتش الاربعة. للي بده ينجح ويتقدم بحياته فالروتين عامل مهم، وطريقة ميزانه مع قصة التغيير انه يكون يومنا مرتب مسكشن. يومنا جو الكرياتيفيتي جوا السكشن، الكرياتيفيتي مش اضلني الخبط بالسكاشن بايش موجود بيومي. يومي ضروري يكون مرتب عشان مخي يكون فاضي انه يعمل التطوير والتغيير والصيغة الخلاقة داخل السكشن. وبالتالي عملية الاستقرار او عدمه هو داخل السكشن. يعني بس انا بدي اكون مستقر اذا بدكم انه يومي واضح منظم مخطط. اوكي وهذا هو الميزان بين اللي حكيناه امبارح وبين موضوع اليوم. وزي ما قلت انه انا موضوع اليوم هو انتكش مخي امبارح بالليل بعد ما خلصت الحلقة.
انتكش مخي على الموضوع، فانه وسالت حالي السؤال كيف طيب يعني عم نحكي يعني هو انا سالت السؤال ونكشت مخي عليه، كيف عم نحكي روتين وفايدته، وكيف نفس الوقت عم بنقول ضروري التغيير وضروري عدم الاستقرار اذا بدكم. بس يعني اللي خلاني الاقي المعادله صراحه هو المعاني المختلفه لكلمه استقرار. يعني احنا مش ضد انه نكون مستقرين، بالعكس الاستقرار شعور مهم جدا، بس المعنى اللي عم بنحكي وخصوصا لما جبنا الامثله امبارح على قصه ليش بدك تتزوج عشان بدي استقر، ليه بدك تغير شغلك عشان استقر، طب شو معنى استقرار بالنسبه لك؟ هون التريك كانت، شو معنى استقرار بالنسبه لك؟ فمن اللي انضموا لنا جديد اذا في عندكم اي تعليق على هذا الموضوع اللي حكينا عنه، ما بعرف صراحة بكرة بعرفش اذا رح نطلع اساسا، بكرة في الفورمولا 1، بكرة السباق، يعني اليوم الكواليفيكيشن، فاللي متابع فورمولا 1 وطبعا الساعة ايش قالوا بس خلصت الكواليفيكيشن اليوم، بكرة الساعة 3:43 دقيقة، 43 دقيقة على توقيت السعودية اكيد، بس ما بعرفش هاي 43 دقيقة عم بتلخبط قاعد شو توقيتها بالأردن، يعني اعتقادي أنا 43 دقيقة يعني 44 دقيقة بعمان معناتها. فبكرة سباق اليوم الكواليفيكيشن للي بيتابعوا كان روعة، وخصوصا بالمفاجأة، في يعني مفاجأتين اليوم كانوا، بيريز بالمركز الثاني ولكلير بالمركز الخامس على ما أظن، لكلير كان اليوم. ففراري يعني عم تتقدم مع يعني فيتيل، والله ناسي إيش جاب فيتيل، بعرفش إذا تأهل فيتيل، لا ما تأهل يعني ما تأهل، ما يعني موجود بسباق بكرة بس مش من ضمن أول عشرة، وفيتيل بطل ما هو فراري اساسا، يعني فيتيل مع استون مارتن، مع استون مارتن مرسيدس. القصة انه ماكس فيستابن اليوم جاب ثالث وبيريز جاب ثاني، فهاي كيف بدها تلتعب بكره، هل بده يضله انه، هل فعلا الاستراتيجية رح تكون انه بيريز هو اللي يعطي هو يعمل سبورت لماكس، ولا لا بيريز راح يحاول انه هو يخطف بوزيشن بي 1 مثلا. ابصر، هذا ما سوف نراه غدا. وبالتالي اوقات الفورمولا 1 زي ما حكينا امبارح وهينا عم بعيد، لما بكون في جمعه سبت احد الفورمولا 1 مش سباقات طبعا، الجمعه البراكتس، السبت مع انهم راحوا علي حصص البراكتس انا امبارح، السبت الكواليفيكيشن والاحد الريس. خلينا نشوف، دائما نتاكد اذا كان هناك اي تعليقات، بما انه ما في تعليقات جديده معناته يعني السكوت علامة الرضا زي ما بقولوها، والكل موافق على المعادلة اللي لقيناها ما بين ما بين الروتين والتغيير. يعني هلا قديش الساعة هي؟ الا 10، ممتاز، معانا وقت كفاية الحمد لله. يعني أنا كتير مبسوط اليوم، بدي أقول لكم على شغلة، على خبرية.
انا صار لي اكم من يوم قبل اكم من يوم قبل اكم من سنه سمعت بقصه وشاركت كمان بقصه الامتنان. فقبل اكم من سنه قعدت اكتب كل يوم بالليل 10 شغلات صاروا معي اليوم انا ممتن لهم. ما بتتخيلوا قد ايه كان جميل الموضوع. واني اعرف طب ليه وقفت؟ ابدا مش كاين اعرف شو المعادلة ما سمعتها. اوكي حمزة، المعادلة بين الروتين وعدم التغيير اللي تبع امبارح الاستقرار. الروتين وضرورته هو معرفة ترتيب اليوم بخطوطه العريضة بسكشن، يعني سكشنات اليوم مبينين عندي. فالتطوير والتغيير مش بقصة السكاشن، طبعا ممكن يصير تطوير عليهم بس مش كل يوم، يعني في لانه في ناس بقول لك انا بحبش الروتين، انا دائما التغيير، انا هيك حياتي يوم بيوم ماشية. هذا مش التطوير والتغيير اللي كنا نحكي عنه امبارح. عشان يشتغل الكرياتيف مايند بده يكون في حالة من الترتيب والتنظيم والتخطيط عشان يسمح للعقل انه يتنظم. وبالتالي الروتين هو فعلا حسب ما حكينا السنة الماضية بحلقة السنة الماضية انه احد عوامل النجاح الاربعة، وقلت قبل شوي اني انا نسيتهم البقية، بتذكر بس واحدة تانية منهم اللي هم الصحوة بكير، وحكيت اني انا اظن بعملهم، يعني لو تذكرتهم كان بقدر اعرف اذا بعمل اشي منهم او لا. بس مبدئيا يعني انا بصحاش بكير لاني بنامش بكير، وقصة سكاشن اليوم كل ما بحاول اعمل اشي بيجي ظرف وبخرب لي. ما بعرف اذا وضحت حمزة. هلأ من الأشياء الجديدة اللي بحاول أتعلمها، بدي أتعلم، وكتبت سؤال وما أظنش حدا جاوبني عليه بارح بالليل. كتبت سؤال إذا حدا بعرف تيوتوريال على يوتيوب، بديش إيديو هدول، إذا حدا بعرف يسلم يسلم حمزة. إذا حدا بعرف تيوتوريال على الجوجل شيتس، جوجل شيتس مش إكسل، جوجل شيتس سكريبت إديتر تيوتوريال، حابب اتعلم البرمجة على الجوجل شيتس لانه بنظري ممكن اعمل كتير شغلات حلوة هناك، وعم بدور على يوتيوب لهذا الموضوع. امبارح لقيت واحد، يعني شكل الموضوع رح يكون مش سهل لانه عادة كل شيء بلاقيه على يوتيوب، يعني ابدا ما استصعبت اي اشي حابب اتعلم وحابب اعرف عنه عم بلاقيه على يوتيوب. هذا الموضوع يعني بالتدوير المبدئي تبع امبارح، وانا قبل فترة كمان حاولت، لا ما كانش سهل الموضوع، رح يكون صعب. بس برأيي في كمان جوانب تانية. اذا ما فيها غلبة، خليني اشوف حمزة، اذا ما فيها غلبة حمزة اذا توضح لنا اكتر إذا بتقدر. بعرف مرات الأشياء الأفكار على الكومنتس بتكون شوي صعب التعبير عنها، فقد ما بتقدر. أنا مش عارف إذا موضوع الاستضافة شغالة زي ما كانت زمان شغالة. بتتذكر لما طلعنا حمزة، طلعنا على موضوع الواسطة والواسطة، الفرق بين الواسطة وشبكة المعارف. السنة الماضية كان رمضان بالحظر، فكنت أعمل الحمص والفول هون. طبعا أي إشي أنا بسويه بوعدكم إنه مش طيب. يعني أنا يعني مرات تصدف في أشياء تطلع طيبة، بس شوف الحمص والفول لا ما زبطوش معي، يعني ما طلعوا طيبين. بس يعني أزبط من إنه ما يكونش. بحب أنا قصة الحمص والفول على الفطور.
فكنت اعملهم هون. هلا عندي حمص وفول من السنه الماضيه، هي هم موجودين بالخزانه، بس خلص بما انه صار ما فيش يعني الواحد بيقدر يجيب من برا، فمكسل وصرت اجيب من برا، وهدول ممكن يخربوا عندي. التغيير نحتاجه اذا كان هناك ما هو افضل، او اذا كان هناك جانب يستحق التغيير لغايات المعرفة. بتذكر بس انا مش هو هذا اللي وقفني اصر على الموضوع، يعني قلت الواحد بيكون بالبيت وقاعد براحته. يعني التغيير مش لأجل التغيير، بدها تفكير. والله يا حمزة أنا اللي بغلبني، والإشي اللي سمعته اللي غلبني بموضوع عدم التغيير، مثال القرية، وهذا اللي خلاني. بس أنا معك، يعني أنا معك إنه التغيير ما بزبط يكون فقط لأجل التغيير، لازم يكون بدي اتغير لإشي، يعني فعلا في إشي ببالي بدي اتغير له. بالنسبة للروتين اللي بيصحى بيغسل وشه وبيفرش اسنانه، ما في افضل من هذا الروتين، فليش يغير؟ مثلا بس كمان يعني مرات قصة بلعب رياضة، هلا جوا الرياضة اذا انا فقط بعمل 1 2 3 1 2 3 1 2 3، إذا مستفيد ومبسوط عليهم حلو، بس للتطوير إذا بدك أكثر، بدك تعمل بدك زوايا مختلفة، أنواع مختلفة من الرياضة عشان تستفيد أكثر وأكثر. يعني مثلا بتعمل كارديو بس بتعملش أثقال، بتعمل كارديو وأثقال بس ما بتعمل ستريتشنج، يعني هاي الشغلات طريقة التطوير. وكل يوم بالرياضة في إشي بيطلع جديد، يعني هذه فكرة إنه دائما الواحد يتطور، دائما الواحد يس انه ما يرتحش ما يبركش، يعني ما هي البركة هاي انه ياي ما احلاها خلص. بالضبط زي كتاب Who Moved My Cheese، لانه اذا التغيير حاصل فاحنا نعمله احسن مما ينعمل فينا. طيب الحمص والفول جاهزين، نطلع الشوربة والأشياء الأخرى. أوكي. إيه؟ أوكي. هذه بقايا من امبارح نستعملهم. فعم نجهز بس الاشياء هيك يكونوا كليتهم جاهزين عشان ننقلهم لبرا بسهولة ويسر. ايش كمان بس هيك. طيب بقطر احمد. صح احمد. دخلك قد احمد اذا لسه معنا، قد ايه الساعه عندك هلا بقطر؟ لا عم بسالك عشان قصه ال ممكن التغيير كمان يكون مؤقت وخروج عن المألوف ولا يستبدل الروتين، برايي هو الاساس والروتين نفسه ممكن يتغير لكن ليس بشكل متكرر وسريع.
برأيي هو الأساس والروتين نفسه ممكن يتغير، لكن ليس بشكل متكرر وسريع. أوكي، أنا مخي بطل ينتج لحظة. مش أنا قميص الأبيض مش عم بيساعد. ممكن التغيير كمان يكون مؤقت وخروج عن المألوف ولا يستبدل الروتين. الروتين برأيي هو الأساس، والروتين نفسه ممكن يتغير لكن بشكل متكرر، ولكن ليس بشكل 100%. هذا هو حمزة، صحيح. يعني هذا اللي عم بقصد، هذا اللي عم بقصده 100%. بس المغرب أنا بساعة، توقيت السعودية زينا في الصيفي. والله أوكي، طيب نفس الشيء. يعني بكرة الفورمولا 1 على الأربعة على تلت، راح تخلص على الست الفورمولا 1 بكره. ما اهلا اهلا لوريس، زمان عنك. معناته الاحتمال الاكبر اذا بكره على الاربعه بتخلص تقريبا، يعني هم على الاربعه السباق، اربعه الا ثلث بدهم يطلعوا لايف للسته، احتمال كبير بكره ما يكون في دردشات. معناته طيب يا جماعة، الساعة صارت 7:05 أو لا 7 ودقيقة، عفوا، عشان ما يصير حالة إرباك. الساعة 7 ودقيقة ودقيقتين، نخلص هاي التاتشز الأخيرة تبعت تجهيزات الفطور. شكرا كثير لكم. المغرب عندنا بيقدم 5:59. احنا 7 وثلث، احنا 7 و10، 7 و12 دقيقة. اوكي يا جماعة، شكرا كثير لكم، شكرا على تعليقاتكم. اليوم انبسطت فيكم كثير، يوم عن يوم عم الحركه هيك عم بتكون احلى والكومنتات اكثر. وبنشوفكم بالحلقه الجاي، مش متاكد اذا بكره رح نطلع ولا لا، وموضوع جديد ان شاء الله. واكتبوا لنا اقتراحاتكم اذا في عندكم اشياء حابين انه نحكي فيها. اللي هيثم نزال الموضوع اللي اقترحه عم بفكر فيه قاعد، كيف بدنا نقولبه بطريقه حلوه. يسلموا يسلموا، شكرا كثير لكم، وافطار هني وشهي للجميع، وديروا بالكم وابعدوا عن الاكتظاظات وعن التجمعات، وانتبهوا على حالكم وانتبهوا على عيالكم. الى اللقاء.